لا الشعب استاذ كريشي مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا سي خالد. قاعدين نرصد تباعا في مواقف مجموعه من الاطراف السياسيه المعنيه بمشاورات تشكيل الحكومه. بدءا ذي بدء الساعه كيف تقبلتم في حركه الشعب اختيار حركه النهضه لشخصيه من خارجها وكان شرط اساسي من شروط دخولكم في مشاورات تشكيل الحكومه؟ اسم السيد لحبيب الجملي كيف تقبلتموه وهل تعتبروه اشاره او مؤشر ايجابي لمساعي انجاح المشاورات هذه في حركة الشعب سي خالد؟ هو اختيار السيد الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة المقبلة منتظر ومتوقع في حركة الشعب نظرا لأنه اسمه كان متداول بين الأسماء المطروحة، وإضافة إلى ذلك يعني تم عرضه من طرف رئيس الحركة على حركة الشعب يوم الخميس مساء من ضمن بعض الأسماء الأخرى. وإحنا لم نعطي موقف رسمي وقتها لأنه كان من بين الأسماء ولم يكن فقط في علاقة ببقية الأسماء الأخرى. وهذا من صلاحيات الحصرية لحركة الشعب لها، لحركة النهضة لها أن تختار ما تشاء من الأسماء وهذا حقها الدستوري، ونحن منفتحين على تشكيل الحكومة المقبلة والدخول في مفاوضات جدية ورسمية في شوطها الثاني بعد أن باءت المرحلة الأولى بالفشل. كانت في شوطها الأول حركة النهضة هي التي تكفلت دستوريا بقيادة هذه المشاورات. الآن انتقل الملف إلى رئيس الحكومة المكلف في انتظار بداية مشاورات الشوط الثاني. طيب ما هي ضمانات اللي طالب بها حركة الشعب بعد أن تمت براتيكمون الاستجابة لطلب من الطلبات وأن يقع تحييد رئيس الحكومة؟ إذا ما تم هو ساعة تم توجيه الدعوة لكم سي خالد للمشاورات؟ لا إلى حد اليوم ما زال لم يتم توجيه دعوة رسمية لحركة الشعب من طرف رئيس الحكومة المكلف. ونحن بصدد الحوار والنقاش سواء داخلين أو مع شريكنا ربما في الرؤية وفي البرنامج وحزب التيار الديمقراطي للتثبت من مدى توفر الضمانات التي طالبت بها حركة الشعب في ما في شرطين أساسين أو قوامهما الأصليين. أولا هو التثبت من مدى استقلالية السيد حبيب الجملي هيكليا وسياسيا عن حركة النهضة. قبيلة كان معنا سامحني سي خالد، قبيلة كان معنا عبر الهاتف قبلك غازي الشاويش الناطق الرسمي باسم التيار وقال حرفيا نعتبرها خطوة أولى إيجابية بعد أن تثبتنا من أنه السيد على الأقل هيكليا وتنظيميا لا ينتمي للحركة. هذا يمكن شي سهل المسألة متاع المشاورات. والله هذا ربما هذا موقف يلزم حزب التيار، أما حركة الشعب لها مؤسسات داخلية سوف تثبت في هذا الملف مع قادم الأيام وانعقاد المجلس الوطني لحركة الشعب الأيام القليلة الماضية للتثبت من مدى استقلالية السيد الحبيب الجملي هيكليا وسياسيا، أقول سياسيا، ومدى لعب دوره كرئيس حكومة وليس كوزير أول. والضمانة الثانية هو الالتزام بالبرنامج الذي حددته حركة الشعب منذ انطلاق المشاورات سواء الرسمية أو غير الرسمية، والتي تقوم على أربع ملفات كبرى هي الملف الاقتصادي والاجتماعي والملف الأمني وملف السيادة الوطنية وملف الحقوق والحريات والحكم المدني بالترتيب هذا الأولى حسب الأولويات، وهذا ستبت فيه رسمين حركة الشعب في قادم الأيام. سفيان بفرحة تفضل. أهلا بك أستاذ خالد الكتيف. أهلا وسهلا سفيان. هل أنتم مع التيار الديمقراطي باش تكونوا أن بلوك كما شفناكم لحد الآن مع بعضكم، ولا كما تونتي لمحت قلت هذا موقف أعطاه الأستاذ معناه غازي الشواشي، لكن احنا عندنا مؤسستنا وبالتالي حزبنا سينطق بمفرده؟ هذا احنا عندنا مسارين مع حزب التيار، عندنا المسار البرلماني لتشكيل كتلة موحدة وهذا جاري العمل عليه منذ نهاية الانتخابات التشريعية الفارطة، وبصدد التقدم في هذا المسار بأعداد رؤية برلمانية واضحة عبر كتلة برلمانية واحدة. وعندنا سابقة هذا في التاريخ حكم أنه كنا مع بعضنا في الكتلة الديمقراطية في البرلمان السابق. هذا المسار الأول. المسار الثاني يتعلق برؤية موحدة
في تشكيل الحكومة القادمة وموقفنا من الحكومة القادمة. إلى حد الآن هناك تقارب كبير في رؤية لتشكيل حكومة للتشكيل الحكومة الموحدة من كلا الحزبين. بقي أنه هناك بعض التفاصيل والاختلافات في وجهات النظر في علاقة ربما حزب التيار كان أسرع في إبداء موقفه من حبيب الجملي واعتباره مصدر قد النهائي. نحن لم نحسم بعد في هذه المسألة، ما زلنا ننتظر انعقاد مجلس الوطن الذي سوف يبت في هذه المسألة. لكن مع أن نتفق ربما في 90-80% مع حزب التيار في ضرورة ترأس الحكومة المقبلة شخصية مستقلة ذات كفاءة اقتصادية وفق برنامج، تعمل وفق برنامج تعطي الأولوية للملف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا تقريبا نحن نتفق فيه مع حزب التيار، مع عدا اختلاف كانت عبرت عليه حزب التيار في مجلس الوطني السابق من اشتراك 3 وزارات. نحن لم نشترط لأي وزارة أو حكومة محاصرة، ربما طالبنا في ضمانات في أكثر منها شروط، وأنه ترأس الحكومة القادمة شخصية مستقلة، والضمانة الثانية هو أنه تعمل هذه الحكومة وفق برنامج موعد السلام. خادك الشيتي تو قلت بالنسبة لكم أنتم عندكم 4 مسائل أساسية تعتبروها المعيار، وهو الجانب الاقتصادي والاجتماعي وقضية السيادة الوطنية وقضية منظومة الحريات ككل. بيانسوي احنا محبوش تعطي موقفك من صيغة غازي الشاوشي، لكن غازي الشاوشي كسرناه على رئيس الحكومة الحالي قال أنا عندي أمخي جوجي فافورابل. هل أنت تعتبر أنه السيد ممكن في حواراتك معاه كي جدا مش نديلكم خلال ساعات كما شفنا هنا الغدوة ما نعرفش يا ما جيماجين معناها ثم إمكانية وأنكم تلقاو نقاط تقاطع بينكم في 4 المسائل الأساسية اللي أنتم طرحينها كرؤية للبرنامج؟ وإلى لحد الآن نحن ما زلنا لم نتقابل مع عضوين السيد الحكوم المكلف برنامجه الحكومي أو ملامح البرنامج الحكومي. أظن أنه هناك طبعا لأنه من خلال تصريحاته التي قدمها وانبعتها الأولوية للملف الاقتصادي والاجتماعي هذا يمكن نتفق فيه معه. الملف الثاني الذي يمكن نجد معه صعوبة في علاقة بالسيادة الوطنية على قرارنا وعلى ثرواتنا، والملف ممكن كذلك نقوم فيه صعوبة معه يتعلق بالملف الأمني وأمن المواطن التونسي وفي علاقة بكل يجري وخاصة في الخضم هذا التراجع الأمن التونسي وارتفاع منسوب الجريمة. والملف الرابع الذي يمكن له منظومة الحقوق والحريات والحكم المدني ومجال التحول الشخصية، وبالنسبة لنا احنا هذه كلها تقف يمكن التقاء حوله والأرضية. هناك كذلك بعض التفاصيل الأخرى في علاقة بالمؤسسة العمومية، تفويت المؤسسة العمومية العدالة الجبائية في تمييز الإيجابي للجهات الداخلية وتفعيل الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الإيجابي للجهات الداخلية. هذا نظن ما زلنا لم نتلقى فيها موقف رسمي ونهائي من طرف السيد الحكومة. أي دور لحركة الشعب لإنجاح مشاورة تشكيل الحكومة في الأجل الدستورية خالد الكريشي؟ اليوم الكل مطالب بتقديم بعض التنازلات. اليوم مثلا حركة النهضة تقول لك أنا قدمت تنازل بأن لا يكون معناها على الأقل تراجعت في موقفي حسب ما أقره مجلس الشورى، وقلت بعد ما أكدت أنه رئيس الحكومة القادم شيكون من داخلي هاني تنازلت وجبت رئيس حكومة من خارج هيكلي. وبالتالي تقول كل الأطراف اليوم لإنجاح تحدي تشكيل الحكومة والالتفات لكل الرهانات اللي كنت بصدد تعديدها خالد الكريشي، اليوم أي دور لحركة الشعب لإنجاح هذه المشاورات من منطلقكم بينصر من منظوركم؟ احنا مستعدين لتقديم أي تنازلات في إطار تشكيل الحكومة المرتقبة وفق ضمانات اللي طرحناها، ودليل على ذلك أننا لم نطرح منذ الأول أي شروط تعجيزية، لم نطالب بتوزير بعض الأسماء، لم نطالب بحكومة محاصرة، لم نشرت وزارات، كانت أيدينا مفتوحة ولبينا دعوة أي دعوة توجه إلينا في سبيل تشكيل الحكومة المرتقبة. بقي أنه نحن ما يهم هو أنه حفاظ على استمرارية هذه الحكومة وتعمل في مناخ سياسي سليم بتوفير حزام سياسي واسع لها سواء داخل البرلمان بأغلبية برلمانية أو كذلك خارج البرلمان حزام سياسي بتشريك أحزاب غير ممثلة بالبرلمان والمنظمات المعنية. ونحن تلقينا إشارات إيجابية من طرف رئيس الحكومة المكلف بتركيزه وإصراره أن الحكومة المقبلة مفتوحة لكل الأحزاب
وللمنظمات المهنية، وهذه اللي نحن دينين منذ فترة، أنه لا يمكن الاقتصار فقط على الأحزاب اللي ممثلة في البرلمان وإقصاء المنظمات الوطنية، وأنه لا داعي ولا فائدة من شن حرب واستهداف اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ونقابة الصحفيين وغيرها من المنظمات، في حين أن هذا دورها أساسي في ضمان استقرار حكومي، وأن تعمل الحكومة بأريحية وفق طبعا برنامج ووفق سند، وعنده سند لازم يكون عنده سند سياسي، عنده سند برلماني، عنده سند اجتماعي، لأن ما يهمنا احنا على الشعب وتحقيق السلم الأهلي عبر عمل الحكومة، لا يهمنا احنا نكون حكومة كما جاء ثم بعد ذلك ندخل في بعض الصراعات الهامشية مع منظمات مهنية عريقة كبرى لها دورها الوطني، وندخل في صراعات ايديولوجية لا تخدم المصلحة العامة لتونس. ما تجمعنا أو ما تفرقنا هو البرنامج السياسي للمصلحة العامة قبل أي شيء. لذلك نحن طالبنا برئيس حكومة مستقل، ونحن سوف ننظر هل أن السيد الحبيب الجملي قادر أن يلعب دور رئيس حكومة أم أنه سيلعب دور وزير أول. هذا ما نتثبت فيه بقادم الأيام، لأنه نلاحظ أنه تصريحات إيجابية من السيد رئيس الحكومة المكلف بأنه سوف يكون رئيس حكومة فعلا وليس وزير أول، إلا أنه ربما نحن ننتظر أفعالا لا أقوالا. واضح. شكرا لك خالد الكريشي القيادي والنائب في حركة الشعب، شكرا على جملة تجري ضحات. فاصل ورجعين.